السلام عليكم. سرينا دروس ديالنا ديال الالغوريثم، يمكن ديال S2. الالغوريثم هذا راه ماشي غير S2، راه جميع الشعب جو بونس ديال الاستيا ديال S2 ديال الانصا ديال اي واحد كيقرا الانفورماتيك راه خصو يبدا بالالغوريثم، سيرتو ديال ديفلوبمون انفورماتيك، داكشي ديال البرامج وداكشي ضروري تبدا تقرا الالغوريثم. الور سيرينا الدروس ديالنا والكور، يمكن جو بونس الى بقى لي شي وقت ان شاء الله غادي ندير لكم الدروس، الى شفت شي تجاوب مع المشاهدين وداكشي نقدر نكمل لكم ندير لكم شي 20 اكزرسيس. راه درت لكم دي زيكزيس على كل اكزامبل كنديرو لكم، يمكن كاين شي سي اكزرسيس ولا ديس باغاف. المهم كتبدل لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، والالغوريثم خصها غير شويه ديال التفكير وطبق داكشي اللي قلت لك والمهم حاول. الور واحد المعلومه بغيت نضيفها لكم، هو ان هادشي اللي قلت لكم في هادشي راه ما كان ما كنقول لكم شي اللي قلته انا راه 100% صحيح، نقدر نكون خطأت، نقدر نكون بزاف الامور انا راه في حالي فحالكم، راه غير كنقرا وكن حاول نعاون الطلبه. الشيء اللي غادي نقول لكم حاولوا اذا كان شي خطا ولا شي حاجه كنتمنى تراسلوني باش نقوم بالتصحيح ديالو، ولا كانت عندكم شي فكره اضافيه ولا شي حاجه قولوها لي، صيفطوها لي في السيت ويب، ولا خليو لي شي كومونتير في لي فيديو راه كنشوفهم كاملين. وكتبدا لكم توفيق، مع السلامه. وكنعاود نكرر هذا الشيء، راه نقدر نكون خطأت في شي امور ماشي، ولا كنت خطأت فيهم راسلوني صحهم. ومع السلامه، وصلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.